اهلا ومرحبا بكم متابعي مشاهدي قناه شوف تي في. نحط بكم الرحال باقليم سيدي قاسم، اكبر سوق في الاقليم. جور الملحه. نعم، اكبر سوق في الاقليم ماشي في العالم. الاقليم جور الملحه. جور الملحه، يعني حاولنا من خلال هذا البث المباشر اللي نقربكم من حاله السوق والجو العام للسوق والاثمنه، رفقه يعني التجار والمهنيين والفلاحه وكل يعني رواد السوق. نتمنى يكون الصوت والصوره واضحتين وتتسمعونا وتتشوفونا، وعلى بركه الله نبداو. يعني اجي معايا اخويا، سير معايا خالد، هذا ما تباعو تيتسمع. سير معايا اخويا، سير معايا، هذا ما تباعو. تباعو اخويا، جيتو معطلين تصوروا شويه. سير زيد تصور اخويا، مرحبا بكم. جيتو زيد صاحبي تصور. هادشي اللي تتباع في الليل، تصوروا في الليل اخويا. السلعه مواليها، هذه الجزيره مرشومه لمواليها. مواليها هكا باش نفهموا. هادشي اللي تتباع في الليل. الو، هذه الخيرات تبارك الله. هادشي تتربى هنايا في البلاد ولا تيجي من لا في البلاد؟ في البلاد ياك. قول له هو. اخويا السلام عليكم، هذا الميكرو ديال شوف تي في اللي نيشان دابا. السلام عليكم اسيدي. اللحم هذا النهار راه طاحس ب 1575 درهم، وراه كاينه السلعه موجوده الحمد لله وبركه علينا من البقر ديال برا. هذه هي الهضره اللي غنقول لك. نعم اسيدي. شنو نعم اسيدي؟ اجي نسلم هذا هو راه مربي هنا في البلاد يمكن. ايوا دابا السلعه ديال برا ما كنشوفوهاش حنايا، كتمشي للباطوارات كبار والناس كاين. ما خصنا دوك الجزائر اللي كيديو السلعه برا يبقاو يجيو يدخلوا للسوق يديو السلعه المغرب. السلام اون باكي في اللعب مسكين بقى. ماشي شدهوك انت. بحال بلاتي شد غا شدهوك. ايوا خويا السلعه الثمن راه غالي تما، كاين السلوك اللي شويه قليل. شويه السلعه تما الثمن كاين، الثمن ماشي غير الكساب شويه قليل، ما كايناش السلعه موجوده والخروج والو، الثمن شويه ناقص. تنطلبوا من الله يكون خير دابا ويكون السوق زوين ان شاء الله، ويكون يدخل الكساب ويروج السوق. السلعه كاينه والثمن موجود، ويني الخروج شويه قليل. والملح موجود. الملح موجود، الخير موجود. ربما غير هالنهار في الشتاء ما تصورش. ايوا الحمد لله على هاد الشتاء هي اللي غتزين الوقت، والوقت زينه والحمد لله. نطلبوا من الله يكون خير ويكون السوق ناشط والكساب وكل شيء في الفلاحه. والسلام عليكم. قولي اليوم الغلا الثمن كاين اخوي، والبيع والشراء ما كاين. والبيع والشراء شويه ناقص، حركه شويه ناقص. دابا انا كاينه. شنو تدير انت البيع والشراء؟ انا خدمتي دابا البقره. البقره اه اللي تدير الحليب. البقره حليب وكل شيء رواسيه. البقره واصله لجوج وعشرين ثلاثه، المليح بثلاثه الملايين. نعم نعم اسي. انا خدام في سوق اسبوع سنايكي، دائما انا في السوق ديال الاسواق ديال المغرب كاملين. حنا دائما في الاسواق. كيداير الحركه اليوم؟ تنشوف انا الفلاح مسكين تيجيب المعلوف بزاف، ودابا شحال من واحد، دابا شحال من واحد مسكين، شحال من الفلاح دابا خاص دابا قطع عليها في الصنك ولا رد الكسيبه ديالهم. علاش؟ تيشوف راه سوق. وقالوا اللحم اليوم طايح 1500. وخا اللحم وخا كاين الغلا. نعم. وخا كاين الغلا. دابا تقول السلوك والو. البيئة أو الشراية اللي صحاب القرنات والجزارة اللي عايشوا يديو اللي عايدخلوا لنا ما بقاوش كاع يجيو، سمعتيني؟ دابا الفلاح أكثر فلاح دابا ولا رد كسيبته. دابا خصنا دابا الكسيبة ضرب برا، خصنا فينيا هي، خصنا يحيدوها كاع باش الفلاح ديال هنا ديال المغرب ديالنا باش الكسيبة ديالو يبيعها مفتح مع راسه. هادشي اللي كاين. ولكن غيكون الغلا عاود. ما كاين لا غلا لا والو. ما كاينش الغلا. اللحم دابا بحال اليوم هذا تقريبا هذا شحال يكون تباعو؟ هذا ولدي هذا تباع بشي ثلاثة ولا ثلاثة قال شي حاجة ولا هذه. تبارك الله. ولكن هذا السوق هذا معروف بالملح. أنا أكبر سوق وجر في الملح، والسواق بزاف لحد ولاد جلول. مازين السواق بزاف اللي معروف بالكسيبة. بالملح. بالملح. أكبر هي عندنا الملح في هذه البلاصة هذه في النواحي الغرب. صافي الملح، الملح جر في الملح سوق ربع. لحد ولاد جلول هما اللي معروفين بالكسيبه. ولكن السوق هو لا جرف الملحه هو هو المعلم ديالك. لا اكبر سوق هو الجرف. الجرف تيجيو من الناس من الشمال، الناس من الريف. شحال اخر عجل اليوم الاخر الثمن الاخر ديال العجل الغالي هذا النهار؟ ما جبت خبر شحال تباع؟ راس السوق. راس السوق كاع تباع بثلاثه هذا النهار. اه ثلاثه قال 20 ثلاثه قال 40 راس السوق كاع. هادشي اللي كاين. حتى الحالات الشتاء يعني اثرت شويه اليوم مع دابا حاليا تطيح الشتاء. الخيرات تبارك الله. الفلاح باش بحر الفلاح ينشط شويه. تما عاد ثاني شويه القضيه عنده شويه. بحر الفلاح ينشط شويه. خيرات تبارك الله. اه لازلنا مشاهدي متابعي قناه شوف تي في نواصل معكم هذا البث المباشر هنا من جرف الملحه، اكبر سوق بالاقليم. تفضل زيد شي حاجه. وزن انت حنا تنفرحوا بزاف المغرب ديالنا، والله ينصر سيدنا والله يخليه لنا.
تفرحوا بزاف سيدنا بعدا معيش الفلاح معيش الشعب ديالو. الله ينصره وشدنا في الامن مولاي الحسن والله يرحم الله يرحم الملك حسن الثاني وسيدنا محمد الخامس وعيش الملك الله ينصره. شكرا. لازلنا مشاهدي متابعي قناه شوف تي في قناه الشعب نتجول بالاسواق الاسبوعيه اللي من خلال هذا البث المباشر تنحاولوا ننقلوا لكم اجواء السوق. شحال تبع هذاك الخير هذاك المعلم؟ شحال تبع هذاك؟ تبارك الله. هنا كيف تقولوا البيع والشراء يعني البيع والشراء هنايا تيكون الصباح بكري بالليل يعني هذو كلهم تباعوا هذو اللي مربوطين هنايا تشوف حتى الحالة مكرفصة في السوق. هادو تيتباعوا يعني في الليل دابا شراوهم مواليهم ومربوطين عندهم ما تلقاش دابا تا مواليهم اللي تهضر معاهم ما كاينينش ولكن المليح كاين المليح. اسمع صور الله يسهل الله يسهل الامر. اخويا اشتري الله يرحم والديك واش صلاح لك الله يرحم والديك ما تصور علاش؟ ما تصورناش كل واحد ويكشي كيفاش كيف؟ عيط للسلطة عندنا الإذن ديالنا الشريف المهم سير اصاحبي سير تقول له سير بحالك سير عيطهم قول ما يبغى يتقلب سير اصاحبي بحالك اقسم لك بالله ورب الكعبه واش دورتي دابا الكاميرا لا لا تصرفتي لا شي ايداع ولا شي قلاوي سير اصاحبي سير بحالك سير اصاحبي باش تهضر معايا واحد ما بغاش يصور عمل الشريه ديالك سير بحالك واحد كارفص واحد صور سير بحالك عاد عيطوا لي في التليفون انا واحد عيطوا لي قال لي خصك تصور تعرف علاش كتصور لي سير تقلي غير هضره باش تشري سير بدا شي واش شارك معايا السلام عليكم المهم تحمل مسؤوليتك تحمل مسؤوليتك
واش خلاني انا بديك العصا ولا تخلاش العصا؟ ما صافي عشان شري فجيت تصور واحد شادها.